بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الحلقة هذه عن Picture Dictionary، وهو القاموس المصور. عملية حفظ الكلمات، طبعا المشكلة اللي دائما بتجيني استفسارات عنها، كيف أحفظ كلمات يا أستاذ؟ أنا بحفظ اليوم وبنسى بكرة، علما بأني أنا جاوبت على الأسئلة هذه في الحلقات الماضية. أول حاجة، عملية الحفظ، أني أنا بحفظ اليوم بنسى بكرة، هذا وضع طبيعي لأي شخص ما بيكرر الكلمات معاه في حياته اليومية. يعني لا تيجي تحفظي مثلا كلمة سكول، مدرسة، وتغيب لي عنها مثلا شهر زمان وتقول لي يا أستاذ أنا نسيت الكلمة. أو تحفظ لي اليوم مثلا 10 كلمات، تمام، مرة واحدة، أوكي حفظتهم، وتسيبها بكرة بعد بكرة وتقول لي يا أستاذ أنا متذكر غير 3 كلمات. عملية حفظ الكلمات تحتاج التكرار. أي حاجة للإنسان عايز يحفظها، المفتاح هو التكرار. كل ما أنت بتكرر الكلمة هذه، كل ما أنت هتحفظها أكتر وأكتر. كل ما كانت الكلمة اللي أنت بتحفظها مربوطة بموقف، كل ما كان الحفظ أسهل. بمعنى، عملية أني أسمع كلمة وأحفظها، وعملية أني أنا أشوف كلمة وأسمعها بنفس الوقت، عملية أني أنا أستخدم الكلمة هذه وأشوفها وأسمعها، كل واحدة بتعطي تأثير أقوى من الثاني. كل ما أنت بتشغل حواس أكتر، كل ما أنت بتستخدم الكلمة في سياق كلام، في سياق جملة، كل ما انحفظت أكتر في مخك. فالحفظ لازم في عملية التكرار. لازم نتفق على الحاجة هذه، لازم عملية تكرار. لازم، خلينا نقول مثلا في اليوم أحدد لنفسي أنا. طبعا هي تختلف من شخص لشخص، يعني عبارة عن قدرات. يعني في شخص ممكن يحفظ في اليوم 30 كلمة، عنده القدرة. في شخص 7-8 كلمات يقول لك أنا يا دوب مركز فيها. لكن أنت عارف يعني 7-8، خلينا نقول 5 كلمات في اليوم. 5 كلمات في اليوم يعني 5 في 30 ب150 كلمة في الشهر. وكل ما انت حفظت الكلمات وقعدت تكرر فيها، ترى المخ بيستوعب اللعبة. يعني مثلا لو انا اخذت كلمة ماوس، حفظتها اليوم وكررتها بكرة وكررتها بعد بكرة، جلست فيها 4 أيام 5 أيام مثلا، اوكي ماوس، بكرر فيها 5 أيام عشان احفظها، بعد فترة اللعبة هذه مخك حيفهمها. حيصير انت مرت عليك حفظت الكلمة اليوم الصبح وبكرة واليوم بالليل، هتحفظها على طول. انت علي كيف؟ يعني ليش مدرس مثلا اللي مستواه جيد في اللغة الانجليزية، تعال اديله كلمة وكلمة صعبة مش كلمة سهلة، اجي اقول له مثلا procrastination معناها مماطلة، اوكي، اعطيته اياها مرة واحدة، غيب عنه اسبوع ارجع هتلاقيه فاكرها. ليش؟ لانه هذا اللي هو انجليزيته جيدة اصلا مر في مرحلة عملية التكرار. كان الكلمة يكررها 10 مرات 20 مرة، يكررها 3 أيام 4 أيام 5 أيام، بس بعد كده المخ بيستوعب اللعبة، فتبدأ الكلمة هي مرة مرتين بتمر علي أنا حافظها، تمام؟ كل ما أنت بتتقدم في اللغة، كل ما عملية الحفظ بالنسبة لك هتصير أسهل. يعني لا تتخيل مثلا أنا جاتني كلمة اليوم جديدة علي، أنا مدرس إنجليزي، يعني أنا إنجليزيتي جيدة. طيب جاتني اليوم كلمة جديدة علي، لا تتوقع مني أني أنا حقعد أحفظها اليوم وكررها، بكرة برضو حكررها وأحفظها بعد بكرة 5-6 أيام عشان، لا، هي حتمر علي مرة واحدة وتاني يوم حكررها وانتهى الموضوع. ثالث يوم حتلاقيني حفظتها، تعالي بعد شهر حتلاقيني حفظتها، وتعالي بعد 5-6 شهور حقول لك أيوة الكلمة هذه كذا كذا حجيبها، أوكي؟ هذه نقطة. نقطة تانية، أنا دائما أفضل عملية حفظ الكلمات بالموضوع. بالموضوع كيف يعني؟ يعني لا تحفظ مجرد كلمات أي حاجة، لا، أنا عايز أحفظ الكلمات الخاصة مثلا في السيارة، كلمة دركسون، كلمة عست بنزين، كلمة مقعد، كلمة قزاز أمامي، كب. طيب أوكي، ركزت فيها، جلست لي 3-4 أيام ونحفظ فيها. بعد كده عايز أحفظ الكلمات الخاصة في المدرسة، عايز يعني كلمات ليها علاقة في موقع معين أو موقف معين.
اوكي. اليوم حنبدا في البيكتشر ديكشنري، هذا بيعطي الفكره هذه. تعال نشوف ايش هو. طبعا بيكتشر ديكشنري هو القاموس المصور. كون اني انا احفظ كلمه زي هذه مثلا اللي حنشوفها اللي هي هذه، هذه جاييني بايش؟ بالحروف الهجائيه. يعني حرف الاي مجموعه كلمات ما لها علاقه ببعض. اكس اد، طبعا صوره تغني عن الكلام، انا ما انا محتاج اني اترجم لك، هي الصوره امامك. عشان كده بسموها مونو لانجويج ديكشنري، يعني قاموس بلغه واحده. الصوره لا تترجم، الصوره الجميع حيفهمها. حجيب لك صوره تفاحه، اوكي الجميع فاهم بلغته انها هي تفاحه. اوكي alligator، اد، اعلان، اشز، هذه كلمات حسب الاحرف. ماشي حاله، هذه تعتبر مش هقول لك غلط، اوكي جيده انك تحفظ حسب الاحرف مش بطاله، لكن الافضل منها حسب الموضوع، وهذا اللي احنا هنشوفه. word by word picture dictionary. طبعا انا ما همشي معك على جميع الكلمات، اوكي انا جايب قواميس، يعني حوالي 4 أو 5 قواميس بي دي اف، وجايب لك كم موقع، فما حنمشي على كل الكلمات، بس انا بفهمك الطريقه وانت بعد كده انا اجي اطالع على الصوره. شوف مجرد ما اشوف الصوره هذه، شوف كم كلمه فيها الصوره، شايفين الارقام هذه؟ هذه العمليه بتكون اسهل بكثير جدا من ان انا احفظ الكلمه لحالها، لانه الكلمه حترتبط في مخي بالصوره. الكلمه صغيره بينما الصوره كبيره، فمجرد ما تيجي الكلمه حتجيني في الماخذه مساحه اكبر. مثلا خلينا اقول الكلمه اخذت 1% من الذاكره عندي، مثلا بقول، بينما الصوره كبيره، الصوره اخذت 10% من الذاكره. فلما اجي انا اربط الكلمه بالصوره، فالمخ حيكون بسهوله يلاقي الصوره، لانه هي عندي 10% فهي مساحتها كبيره، فحيجيب لي الكلمه من خلال الصوره. هذه مثلا، هذا ايش بيتكلم عن هنا؟ ذا كلاسروم، الفصل. مثلا خلينا نشوف رقم ايش، خلينا نشوف 31 انزل هنا 31 اللي هو موفي سكرين اللي احنا بنعرض عنها عليها البروجيكتور، شاشه البروجيكتور. اوكي مثلا خلينا ناخذ ايش، ناخذ 21، هذه هي 21 اريسر، مساحه. وات ايلس ناخذ مثلا هذا نمبر 3 ستودنت، طالب، وهكذا. لا تمشي لي في الصوره هذه مره واحده وانتهى الموضوع، لا، شوف كم كلمه موجوده عندك هنا. انا قاعد اقول لك خذ في اليوم 5 كلمات، خذ 10 كلمات، يعني هذه لحالها حتاخذ معك كم يوم. ولما تحفظ اليوم ال10 كلمات وبكره 10 كلمات جديده، لازم اجباري ارجع لك النقطه الاولانيه، تروح تراجع ال10 كلمات الأولانية. ده التكرار، ده هذا اللي احنا بنقول عليه تكرار، تكرر. ثالث يوم 10 كلمات جديدة، أروح أراجع ال10 حقت أمس وال10 حقت أول أمس، وهكذا. طيب هنا كان كلاس روم، في عندي حاجة ثانية هنا كلاس روم أكشنز يعني أفعال. أوكي كلها بالفصل، نشوف برضو مرقمة. خلينا ناخذ مثلا إيش، ناخذ 15 Where is it? Here. Sit down. Sorry, I'm sorry. 15. Help each other. Help each other. يعني بيساعدوا بعض. 12. This one. 12. Raise your hand. ارفع يدك. Raise your hand. What else? Number what? Number 3. Write your name. Write your name. اكتب اسمك. Number 3. And so on. مكان آخر أو عنوان آخر. نأخذ مثلا the living room، غرفة المعيشة، the living room. نطالع مثلا نأخذ إيش، نأخذ number nine نشوف nine drapes curtains اللي هي ستارة، drapes curtains. نأخذ هذه nineteen love seat
طبعا بيقولوا عليها صافة برضو. What else ناخذ مثلا 27 بوكيس مكتبة. موضوع هتلاقوه مسلي ممتع. يفضل دائما في حفظ الكلمات يكون معايا مساعد، ولو كان المساعد طالب زيي او بيحفظ معايا ممتاز، بنصير احنا الاثنين نسمع لبعض. اوكي، يعني انا حفظت الكلمات اليوم، بطلب من واحد ثاني يوم انا حقول انت اسالني وانا حقول لك، او انا ممكن اطالع على الصور زي كده اوكي ومش انزل تحت، لا عاد امسك ورقه وقلم واقول نمبر 7 مثلا، نمبر 7 لامز، اكتب 7 لامز اوكي، نمبر 21 بيكتشر 21 واقعد اكتب، وبعد ما اخلص ابدا اشوف اجاباتي. اوكي، لامب شيد نمبر 7 لامب شيد، طبعا لامب شيد اللي هي نفس هذه اللي هي فوق الاباجوره، بتنحط على الاباجوره نفسها، بينما الاباجوره نفسها هي نمبر 6 اللي هي لامب. اوكي، موضوع اخر عندك دايننج روم غرفه الطعام وهكذا. شوف الكتاب هذا قديش محلى، جميل جدا، شوف كم موضوع فيه، مواضيع كثيره جدا. اوكي، حدخل في واحد ثاني بنفس الاسلوب برضو. هنا بديني the family، the family من عند الجد والجدة والأولاد والأبناء والزوج، أهو مرقم لك كل واحد بالدور. grandmother number 2 grandfather 16 son ابن علاقته بده بده. بعد كده في عندي the human body أعضاء الجسم، وجايبها بالتفصيل، شوف فين كل واحد برقم، شوف العين كيف مثلا 46 what's 46 46 is eyelashes اللي هي إيش اللي هي الرموش 46 eyelashes. وهنا في عندي الأعضاء الداخلية كمان، هنا في عندي نباتات خضروات فواكه. سوبر ماركت زي مثلا shelf number 6 اللي هو رف 46 number 6 is shelf shelf rough. okay aisle number 10 aisle يعني ممر، الممرات الموجودة في السوبر ماركت اسمها aisle، الاس سايلنت لا تنطق. طبعا هتقول لي يا استاذ طب انا شفت الكلمة بس انا ما عارف نطقها، هذه كل سهولة تيجي على جوجل ترانسليت وبتكتب الكلمة اوكي وبتسمع النطق اذا موضوع النطق ما حد يقول لي انا شفت الكلمة بس ما نعرف كيف نطقها، كل سهولة تعال هنا وحط على هنا يجيب لك النطق اوكي تمام. طبعا في مواضيع ايضا مليان 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 جدا، كمان ديكشنري، ناخذ كمان قاموس اخر، هذا تكلمنا عليه، هذا بالحروف ماشي. اخر واحد حنشوفه مع بعض، هذا عند الدكتور او مش عند الدكتور سوري، هذا ايش هذا وظائف، هذا وظائف انا اكاونتنت محاسب ادنتست طبيب اسنان، شوف نمبر 1 جوبس نمبر 1 محاسب مثلا نمبر 15 هاوس كيبر شغاله 22 ان انجينير 2022 اوكي خلاص انا تعبت وانا ادور، خلاص فهمنا الفكره تمام ممتاز. في عندي هذه بالنسبه هذه هرفع لك الملفات، هذه البي دي اف هي عباره عن كتب جاهزه. في عندي كمان مواقع على النت اونلاين، خذ الروابط هذه وادخل فيها واحد واحد هتلاقيها بنفس الاسلوب تماما. نشوف هذا الرابط الاول، شوف كيف موزع لك اياها، عايز اكشنز افعال ولا حيوانات ولا جسم الانسان ولا هذه مواضيع. اوكي ناخذ مثلا ايش ناخذ ايموشنز، ايموشنز اللي هي الاحساس فرحان زعلان بالصور، شوف الصور افريد
خائف angry. إذا أنت ما فهمت الصورة أوكي أنا شايف afraid بس ما أنا فاهم الصورة إيش هي بكل سهولة امسك الكلمة copy واطلع على المترجم اللي احنا كنا فيه قبل شوية حط الكلمة هتطلع لك خائف اسمع الكلمة afraid وهكذا حفظ الكلمات بياخد وقت ترى الجرامر القواعد ما بتاخد وقت لاني لو فهمت القاعدة انا هطبقها على مليون جملة خلاص عملية الفهم ممكن تاخد معايا 5 دقائق 10 دقائق بس عملية حفظ الكلمات هي اللي بتاخد معايا وقت طويل جدا وبالمناسبة يعني معظم المشاكل اللي بتقابل الطلاب هي الكلمات لانه يعني انا انسان عايز اعبر عن نفسي انا عندي قدره اكون جمله بس ما في عندي كلمات اكون فيها الجمله هذه فبالتالي انا حوقف انا ما حعرف استمر انا عايز اقول كذا كذا انا عارف كيف اركب الجمله عارف انه في عندي سبجكت عندي هيلبينج فيرب بس ما عندي كلمات تساعدني في تركيب الجمله فبالتالي بنقول كلمات حاجه اساسيه مهمه جدا قبل الجرامر كلمات تبدا فيها قبل القواعد عشان تظبط اللغه لغتك الانجليزية اوكي بورد طفشان اكسايتد فرحان جدا رود فظ ريسبكتفول محترم شاي خجول اوكي انا اخذت هنا ايش اخذت الاحاسيس تاخذ واحده ثانيه مثلا ناخذ ايش ناخذ جوبس يلا جوبس اللي هي الوظائف ارتست فنان كاشير دانسر فلايت اتندنت اللي هو المضيف او المضيفه في الطائره بايلوت سيلر قبطان بحار ريفري حكم فيترينيريان اللي هو طبيب البيطري دائما بيقولوا فيت بيختصروها اوكي فيت ويترس جارسونا ويتر وهكذا اذا شوف المواضيع اللي عندي كم موضوع كل واحده فيها لا يقل عن 10 ولا 15 كلمه اوكي ناخذ موقع اخر هذا كان الموقع الاول ناخذ موقع ثاني طبعا يعني الحقيقه انه المدرس ما له دور كبير جدا في عمليه الكلمات يعني زي ما انتم شايفين انا ما في عندي حاجه اللي اشرح لك اياها هي كلمه مطلوب انك حفظها فبالتالي الشغل عندك عشان كده انا يعني ما بركز كثير في الكورس على الكلمات لاني انا عارف انه لازم هذا الموضوع شغل الطالب شغل الطالب على نفسه المدرس ما له دور انا ممكن قاعده افهمك القاعده كيف تستخدمها لكن كلمه اقول لك كلمه احفظها ما في عندي انا ما لي دور هنا انا مجرد بساعد بوريك عمليه لعبه حفظ الكلمات اوكي انيمال ابلاينسز بودي بارتس تعال نشوف ابلاينسز اللي هي الادوات الكهربائيه منزليه في عندي بلندر خلاط في عندي مايكروويف كيتل صوره صغيره شويه لكن مش مشكله بيعطيني قاعد كلمات توستر ريفريجيريتر وارلس واشينج ماشين وهكذا في عندي هذه كلها تعتبر المواضيع الاساسيه قبل الاخير ناخذ قبل الاخير هذه هي المواضيع الموجودة مش بس هذه شوف حتى اللي تحت اوكي حتى اللي تحت مثلا ناخذ ترانسبورت اللي هي المواصلات سي بلين طائرة بحرية بايك بولدوزر ميني بايك كار بس ايركرافت وهكذا ناخذ حاجة ثانية مثلا ناخذ فروت مانجو ابل بلم باينابل ابريكوت مشمش جريب فروت لايم اللي هو الليمون الاخضر الصغير كوكونات وهكذا اوكي اخر موقع هذه المواضيع ناخذ مثلا ايش ناخذ ويذر طقس
storm عاصفة, lightning rainbow fog ضباب, ايش كمان snow spring summer اوكي tornado وهكذا. موضوع اخير نتكلم عنه sports رياضات, تنس بادمينتون ويت ليفت حمل الاثقال what else goalkeeper and so on okay. اتمنى انها تكون الحلقة يعني جيدة بالنسبة لكم, وطبعا زي ما اتفقنا انه الموضوع مش اني امشي على الكلمة واروح والله حلقة حلوة مش... لا لا, هذه عملية حفظ كلمات. انا اعطيتك الطريقة واعطيتك بعض المواقع او بعض الكتب بامكانك تدخل على الانترنت وتلاقي عد الاف المواقع ومئات الكتب الموجودة زي هذه وتبدأ تحفظ في الكلمات. ويا حبذا انك يكون في عندك دفتر خاص فيك او على الكمبيوتر تجمع الكلمات هذه اللي انت يوميا بتحفظها, وكل يوم اقعد طالع الكلمات هذه, خلي الكلمات هذا الدفتر الخاص فيك, حدد لك كل يوم كده ربع ساعة لنص ساعة, قول هذه بس النص ساعة هذه كلمات اوكي كلمات, هذه ما لها دعوة في دراسة اللغة الانجليزية من قواعد وجمل, اليوم اللي نص ساعة كلمات فقط. اتمنى اكون وضحت الفكرة. Thank you very much and see you next time. Bye bye.